السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي وبناتي الطلاب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أبنائي في مادة المحاسبة الضريبية، بداية مع بداية هذا الفصل الدراسي الجديد، نتمنى التوفيق للجميع ونتمنى لكم فصلا دراسيا مميزا بإذن الله تعالى وموفقا. طبيعة الحال هذه محاضرة تعريفية بدكتور المادة الدكتور محمود نمر مهاني أبو مالك، طبعا محاضر في عدة جامعات للمحاسبة الضريبية، وأعمل مديرا عاما للإدارة العامة لضريبة الدخل في قطاع غزة منذ 20 عاما، وأنا في داخل الإدارة العامة لضريبة الدخل، وحاصل على درجة الدكتوراه في المحاسبة الضريبية والماجستير أيضا في المحاسبة الضريبية قبل مرحلة الدكتوراه، وتخصصي جميعه في المجال الضريبي. طبعا درست المحاسبة الضريبية في عدة جامعات، جامعة الأقصى، جامعة فلسطين، جامعة الأمة، جامعة القدس المفتوحة، محاضرات في الكلية الجامعية، محاضرات في الجامعة الإسلامية، طبعا عدة أيضا لقاءات ودورات في المجال العمل الضريبي، طبعا كلها بأعطيها في نقابة المحاسبين وما شابه. المادة سهلة وبسيطة إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله حنيسرها في أبسط صورة. المادة فيها شق نظري وفيها شق عملي، نتمنى منكم متابعة المحاضرات أول بأول. طبيعة الكتاب موجود، طبعا هو حنواصل كتاب العام الماضي اللي درسناه عندكم، لكن مع إجراء بعض التعديلات عليه أنا ححمله إلكم إن شاء الله تعالى على الصفحة. ممكن أحد الإخوة أو الأخوات يقوموا بوضعه في أحد المكاتب ويطبعوا إلكم بطبيعة الحال مصحح من الأخطاء، واتابعوا معانا كل المحاضرات إن شاء الله تعالى، تكونوا موفقين بإذن الله تعالى. المادة سهلة وبسيطة بطبيعة الحال، أنا حتابع معاكم في يوم حيكون استفسار للجميع، من أحب أن يستفسر عن أي معلومة أو أي كلمة فمستعدون بإذن الله تعالى لتوضيح أي استفسار، للإجابة على أي تساؤل، ومعكم على تواصل في المادة إلكترونيا. قد نقوم بتحديد يوم حسب الظروف، طبعا إنه ممكن أجيبكم عندي على الإدارة تأخذوا جولة إن شاء الله تعالى، حسب الظروف وحسب أوضاع البلد، يعني كيف التطورات حتكون عنا، معني أعرف قديش عدد الطلاب والطالبات في المادة اللي مسجلين للمادة. ياريت توفونا بالعدد الإجمالي للطلاب والطالبات وتبعتوا لي اياه. طبعا حاعطي انا رقم الموبايل عندي للتواصل معي، ممكن حد يتواصل معي على الواتس يوفينا فيهم، وانا ابعت له الكتاب باذن الله على ايميله وهو يطبعه. الجوال اللي عندي 0598 31 48، جوال الواتس 0599 51 50 41. بطبيعة الحال هكذا نكون قد وصلنا إلى الانتهاء من هذه المحاضرة التعريفية بحضرتي إلكم، ونتمنى التوفيق للجميع، وفقكم الله في هذا الفصل الدراسي، وبارك الله فيكم.